الثاني على النقطة دي. صاحب هذا التجمع وقبله بعض التهديدات والتحريض من بعض الشخصيات العامة وبعض رجال الدين المسيحي على خلفية حادث كنيسة مجنداب بإدفو، والمحالة حاليا للتحقيق أمام الجهات القضائية المعنية. كان من ضمن التهديدات دي دعوة صريحة إلى التحرك والتجمع أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بمسبيو، وده اللي انتوا هتشاهدوه دلوقتي. ولا بيجيب حاجه خاصه، اللي ما تابعش هذا الشريط تشوفه على كل الاخبار اللي
عاوز يتابع هذا الشريط يشوفوا بعد المؤتمر تفاصيل هذا الشريط.